وينضم إلينا من الجزائر عبر الهاتف مراسلنا حسان جزائري. حسان، إذن اليوم البرلمان الجزائري على موعد مع مصادقة على قانون الانتخابات، كيف تبدو الأجواء والمؤشرات والتوقعات أيضا؟ نعم، صباح الخير داليا. اليوم من المنتظر أن يصادق البرلمان الجزائري على القانون العضوي للانتخابات الذي تم تعديله، وكذلك استحداث السلطة المستقلة للانتخابات. أمس خلال مناقشة هذين القانونين، يعني هناك ترحيب كبير من قبل النواب، واعتبروه سابقة في تاريخ البلاد، حيث سيتم استحداث سلطة مستقلة تتكفل بتنظيم الانتخابات من إيداع الملفات إلى غاية الصرف وإعلان عن النتائج. هذه الخطوة رأوا بأن الإدارة لن تكون في طرفا في هذه المعادلة، وهو ما سيبعد الشكوك حول التزوير وآليات التزوير التي كانت تستعمل مع النظام السابق. من المنتظر أن يتم المصادقة بالإجماع على هذين القانونين، وبعدها سيتم إيداعهما في مجلس الأمة، حيث سيتم مناقشتهما يوم غد والمصادقة يوم السبت، على أن يتم إصدار المراسيم الرئاسية بداية من الأسبوع المقبل مع تزامن دعوة الهيئة الناخبة. إذن سيكون ذلك تمهيدا لإجراءات الدخول البلاد في الانتخابات، حسان، أليس كذلك؟ يعني من الناحية الإجرائية. نعم، هذه الخطوات كلها غايتها التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة، حيث من المنتظر بعد صدور المراتب الرئاسية لهذين القانونين أن يتم دعوة الهيئة الناخبة من طرف رئيس الدولة المؤقت. يعني الانتخابات الرئاسية بعد دعوة الهيئة الناخبة حسب الدستور الجزائري تكون بعد 90 يوما، أي قبل نهاية السنة سيتم تنظيم الانتخابات الرئاسية. شكرا جزيلا، سنبقى معك في ضوء كل المستجدات. مراسلنا من الجزائر حسان جزائري، كنت معنا عبر الهاتف.